كترحب بكم اليوم جمعية تجار مدينة المحمدية في ندوة فكرية وعلمية تحت موضوع قراءة في رهانة ترسيم وإدماج الأمازيغية في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية على ضوء القانون التنظيمي رقم 1626. بهذه المناسبة الجمعية ديال تجار المحمدية في إطار الدورة التاسعة لاحتفالات برأس السنة الأمازيغية في الدورة هذه حاولت الجمعية على أنها تفتتح هذا الموسم أو السنة الأمازيغية بندوة علمية على أساس أنه غدا سيكون حفل حضور مجموعة من الفنانين وكذا احتفاء برأس السنة الأمازيغية كما اعتادت الجمعية كل سنة. إذن في هذا السياق هذا ولكي لا نطيل على الحضور والضيوف الكرام سنقدم لكم الأستاذ محمد ضريف أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية معنا اليوم في الندوة هذه في مداخلة حول قراءة قانون تنظيمي رقم 1626 متعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. كاين المداخلة ديال الدكتور أستاذ محمد مروان أستاذ بكلية الآداب شعيب الدكالي الجديدة في موضوع الأمازيغية ورهان الحفاظ على الهوية الوطنية، بالإضافة للمداخلة ديال الأستاذ الدكتور عمر أمارير إعلامي وباحث في الثقافة الأمازيغية حول موضوع جذور الديمقراطية في المغرب منذ 1000 سنة، بالإضافة كذلك إلى مداخلة ديال الأستاذ محمد المستوي شاعر وإعلامي وباحث في الثقافة الأمازيغية حول موضوع الوظيفة الإعلامية للشعب الأمازيغي. فيما يخص بداية غنعطي واحد الكلمة للسيد طيب المساوي رئيس جمعية التجار في كلمة افتتاحية فليتفضل مشكورا. أولا السلام عليكم. أولا كنشكركم على الحضور ديالكم ونشكر الأساتذة اللي غادي يطروا هذه الندوة من الأستاذ الدكتور محمد ضريف والسي الدكتور محمد مروان ودكتور عمر أمارين والأستاذ محمد أمارين. بغيت نشكركم هذه الدورة التاسعة ديال جمعية التجار المحمدية للاحتفال بهذا رأس السنة الأمازيغية وهذه السنة دي 1970 وفكرات باش دير هذه الندوة اللي هي علمية في القانون التنظيمي ديال الأمازيغية وكنشكركم على الحضور ديالكم بزاف وما نطلتش عليكم أستاذي داري كمل باقي. شكرا السي طيب المساوي. شكرا السي طيب المساوي. كما كنعاود لكن الدورة التاسعة اللي تميزت هو افتتاحها بهذه الندوة الفكرية وكنتمناو أنه يكون مزيد من الاهتمامات ويكون عندنا مجتمع مدني اللي تهتم بالقضايا ديال الرأي العام الوطني والمغربي وهذه بادرة متميزة. ولكن لا نطيل نفتتحوا الندوة ديالنا بكلمة أو مداخلة أولى للأستاذ محمد ضريف حول موضوع قراءة في القانون التنظيمي. شكرا للأخوات والإخوة في هذه الجمعية على هذه الدعوة للمشاركة إلى جانب أساتذة أجلاء في موضوع يحظى باهتمام خاص لأنه يؤرخ للحظة ناضل المغاربة من أجلها، لحظة لتكريس التنوع الثقافي والتنوع اللغوي، ولكن هذا التنوع لا يمس في شيء بجوهر الوحدة الوطنية. شكرا للأخوات والإخوة الحاضرين معنا في هذه الندوة. أنا سأحاول أن أبسط بعض مضامين القانون التنظيمي لترسيم أو لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وطبعا عندما نتحدث عن القانون التنظيمي لا ينبغي أن نفصله عن مجموعة من القوانين، لأن هذا القانون التنظيمي هو يفصل فيما ورد مجملا. الأستاذ ضريف رئيس حزب الديمقراطيون الجدد اللي صراحة كيشرف اليوم مدينة المحمدية في هذا اللقاء اللي كتنظمه جمعية تجار المحمدية، يعني كيفاش كانت المداخلة ديالكم اليوم الموضوع؟ وفي إطار الاحتفال بالسنة الأمازيغية 1970 شاركنا في هذا اللقاء الذي يسعى إلى إعادة اعتبار الأمازيغية ثقافة ولغة وحضارة
وكان عنوان مداخلتي وتسليط الضوء أو تسليط الضوء على القانون التنظيمي لتفعيل الطبع الرسمي للأمازيغية. فحاولنا أن نتعرف على المقتضيات القانونية بارتباط مع ما ورد في الدستور في هذا الموضوع، وحاولنا أن نبدي مجموعة من الملاحظات حول هذا القانون التنظيمي، وطرح تساؤلات كذلك حول إمكانية تنزيل هذا القانون التنظيمي على أرض الواقع. محمد مستوي شاعر باحث في الأمازيغية، وأغلبية عندي الآن 32 إصدار أغلبها مترجم بالعربية لإشراك الآخرين. دانا مدخلة ديالتي في هذا اللقاء اللي تدار بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 1970، اللي كانت تمنى تكون سنة خير بالنسبة للمغاربة وللعالم، مداخلتي الوظيفة الإعلامية للشعر الأمازيغي، أو كيف قال جوستينار تاريخ الأمازيغيين في شعرهم، التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وكل حاجة. تنعرفوا باللي نقول دائما الشعر الأمازيغي هو الجريدة والكتاب والمسرح والسينما، لهذا فالإعلام خاصة في أيام استعمار والوحدة الترابية وجميع المسائل تتلقى الشاعر هو الإعلامي ديال هذوك الناس ديال مجتمع يقرأ بأذنه ويكتب بشفتيه. إذن هذا هو الموضوع اللي غادي نحاول نتناوله، ناخذ عينات من كل ونشرح المضامين بالعربية طبعا لكل كل جهة من الجهات التي يتناولها شعراء الأمازيغيين، وهذا هو نتمنى. محمد مروان أستاذ بكلية الأدب بجديدة. الموضوع ديال الندوة الموضوع هو قراءة في رهانات ترسيم اللغة الأمازيغية. احنا كنحتفلوا برأس السنة الأمازيغية، وكنحتفلوا كذلك بصدور القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية. المداخلة ديالي غادي تكون في موضوع الأمازيغية كإرث مشترك مكون هوياتي اللي كيشتركوا فيه المغاربة كاملين، وغادي نركز بالخصوص على الرصيد اللغوي المشترك بين المغاربة. واحد الكلمة بخصوص الجمعية ديال التجار المحمد المناسبة طبعا هي الجمعية دابا وقيلا في الحفل ربما المرة السادسة دابا باش كتقيم هذا الاحتفال، فهي كدير مجهودات يعني مشكورة انها تحيي رأس السنة الأمازيغية يعني كل سنة. وهذا دابا بدات سنه سنه اخرى ان فتحت المجال، بدات دير ندوات بخصوص الاول مره بخصوص القضايا اللي كتهم المجتمع المغربي بصفه عامه، يعني تهم التجار، تهم الفئات يعني المجتمعيه ديال المحمديه ككل. الاحتفال بالسنه الامازيغيه دائما ملي كتجي هذه السنه هذه يعني كيتم كتكثر المطالبات باحداث يوم يعني يكون عطله بالنسبه للامازيغ. هو فعلا هذا المطلب ولا ملح يعني خصوصا بعد دسترت اللغه الامازيغيه وصدور القانون التنظيمي ديالها، يعني هذا المطلب ولا ملح انه الدولة المغربية تقر هذا اليوم يوم عطلة سنوي بالنسبة للمغاربة كافة. بالنسبة للمناسبة بدا أسوكاسي فولكين غودان سنتمي من غدو درتنون كلكم.
بالنسبة للموضوع المداخلة قالت سامحي قراءة في رهانة ترسيم وإدماج الأمازيغية في مجال التعليم مجالات الحياة العامة ذات الأولوية على ضوء القانون التنظيمي غيكون لو كلو نسن تمازيغ تكشم غدو الزور 2011 تلاس الشروط التقنية نشر تقات القوانين التنظيمية فعلا تفاد القوانين التنظيمية هما مجتمع ماديين بزاف وبراغماتيين هما فلاحة اللي ما كيخدمش هذيك الفلاحة بحال الشاعر غير ما كاين تاع شنو المجتمع هذاك الشيء كيهمشو بزاف وعاد في الوقت ديال الحرب هذوك الفلاحين كراس كيخبطوا وين كيهاجموا ضد الاستعمار والشاعر ما كيديرهاش ولكن الشاعر ديما راه حاضر في المعارك والمعركة ديال أنوار كان واحد الشعر رائع ديال ظهروا برا زعما كيعطيك بحال كومون دي جان دو كومون هيستوريك على هذيك المعركة